السلام عليكم أعزائي التلاميذ، اليوم إن شاء الله راح نكمل الجزء الثاني من تحولات النووية اللي هي الطاقة. طبعا راح نشوفوا علاقة أينشتاين، طاقة الربط النووي وطاقة الربط لكل نوية. إذن راح نبدأ بعلاقة أينشتاين. إذن أول حاجة عندي علاقة أينشتاين. إذن علاقة أينشتاين هي ماذا؟ هي E تساوي M C أو كاري. طبعا E هي الطاقة، E هي الطاقة، الM هي الكتلة، والC هي سرعة الضوء في الخلاء، بحيث أن القيمة تاعها هي C تساوي 3 × 10^8 متر بار سكوند. إذن هذه هي قيمة سرعة الضوء في الخلاء. إذن هذه هي طاقة أو علاقة أينشتاين. طبعا الوحدات، إذا مثلا اعتبرنا الطاقة E بالجول، لازم الكتلة تكون بالكيلوغرام، دائما الجول يتبعها الكيلوغرام. طبعا الوحدة تاع السرعة هي متر بار سكوند. الآن راح نشوفوا طاقة الربط النووي. إذن طاقة الربط النووي اللي هي نرمز لها بالرمز EL. طبعا احنا عندنا زوج أشياء لازم نعرفوهم في هذا طاقة الربط، يعني معلومتين. المعلومة الأولى هي تعريف تاعها، تعريف طاقة الربط EL، والمعلومة الثانية هي عبارتها، عبارة EL. إذن طاقة الربط النووي تعريف تاعها هي الطاقة اللازمة، إذن الطاقة اللازمة لتماسك النواة. إذن هي الطاقة اللازمة لتماسك النواة. حذاري، هذا التعريف راهو دائما يطيح في الباك، معناتها لازم كل واحد فيكم يعرف واش معناتها طاقة الربط النووي. ثم العبارة تاعها، عبارة EL، هي EL تساوي ماذا؟ تساوي دلتا M في C أو كاري. إذن هذه عبارة طاقة الربط. ما معنى دلتا M؟ دلتا M هو النقص في الكتلة، أي النقص الكتلي. عبارتها، طبعا عندها عبارة، عبارة دلتا M هي M نويات ناقص M نواة. طبعا النويات واش نقصد بها؟ هي محتويات النواة. إذن دلتا M راح نعوضه، طبعا على بالنا بلي النواة تحتوي على بروتونات والنيوترونات. إذن يساوي زد ام بي زائد ان ام ان ناقص ام نواة. طبعا ام نواة معناتها ام اكس ا زد، نواة نرمز لها بالرمز اكس ا زد. ثم على بالنا انه عدد النيترونات هو ام 1 زد، اذا نعوضه. اذا دلتا ام تساوي زد ام بي زائد ا 1 زد في ام ان ناقص ام اكس ا زد. إذن هذه هي عبارة دلتا M اللي هو النقص الكتلي. إذن النقص الكتلي هذه هي العبارة تاعها. وبالتالي ممكن يقول لكم اكتبوا لي عبارة طاقة الربط بدلالة Z MP A MN و MX AZ. معناتها واش لازم نديرو؟ نروحو نعوضو. إذن نعوضو فقط دلتا M. إذن عندنا E L E liaison، وقولي باش نكتبو دلتا ام راح نكتبو العبارة تاعها كلها. اذا عندنا زد ام بي زائد ا موان زد في ام ان ناقص ام اكس ا زد، كل هذه راح نضربوها في سي او كاري. اذا هذه هي عبارة طاقة الربط. اذا هذه هي عبارة طاقة الربط. الان راح نشوفو الوحدات. طبعا اذا قالوا لنا احسب طاقة الربط للنواة EL طبعا بالجول،
اذا عطاوها لنا اذا قاولنا نحسبوها بالجول. ما نساوش انه دلتا ام لازم يكون بالكيلوغرام، اذا هذه لازم تكون بالكيلوغرام. طبعا سي قيمه تاعها هي 3 في 10 اس 8. طبعا هنايا سي او كاري معناتها او كاري، اذا متر بار سكوند او كاري. اما طبعا اذا قالوا لنا احسب او ال بالالكترون فولت او ميجا الكترون فولت، فهناك وحدات اخرى راح نتعرفوا عليها. اذا لدينا واحد الكترون فولت هي 1.6 في 10 اس ناقص 19 جول، وعندنا واحد ميجا الكترون فولت هي 1.6 في 10 اس ناقص 13 جول، ولدينا كذلك واحد ميجا الكترون فولت تساوي 10 اس 6 الكترون فولت. اذا ممكن يقول لكم احسب طاقة الربط بالجول ثم بالالكترون فولت ثم بالميجا الكترون فولت. اذا واش نديرو حنا؟ القيمة اللي نلقاوها هنا بالجول، طبعا هذه كي نحسبوها بالجول، نروحو نستعملو قاعدة ثلاثية، نديرو واحد الكترون فولت يقابلو 1.6 في 10 ناقص 19 جول. اذا القيمة اللي لقيناها هنا نكتبوها تحت هاد القيمة ونحسبو او ان بالالكترون فولت. نفس الشيء نديرو واحد ميجا الكترون فولت قابل هاد القيمة بالجول، والقيمة هذه نكتبوها تحتها ونحسبو قيمة او ان بالميجا الكترون فولت. ولكن في بعض البكالوريات يطلبوا مباشرة وحدة يعني حساب طاقة الربط بوحدة الميجا الكترون فولت دون المرور من الجول او الالكترون فولت. اذا في هذه الحالة حنوريكم كيفاش راحين نشوفوا الوحدات هذه. اذا في الحالة ما يقول لكم احسب طاقة الربط النووي بالميجا الكترون فولت مباشرة، اذا نعود نكتب العبارة. اذا عندنا او ال تساوي طبعا زد ام بي زائد ا ناقص زد في ام ان ناقص ام اكس ا زد، الكل هذه قلنا في سي او كاري. الان حنا حبينا نعرفوا نحسبوا او ال بالميجا الكترون فولت مباشره. اذا واش لازم نديروا؟ نروحوا نحسبوا، اذا كان طلبوا مني هذه بالميجا الكترون فولت، نروحوا نحسبوا دلتا ام، يعني هذا اللي فيها الكتل، هذا دلتا ام لازم تكون باليونيتي وليس بالكيلوغرام. اذا ما معنى اليونيتي؟ هي وحده الكتل الذريه. اذا وحده الكتل الذريه، اذا وحده الكتل الذريه هي تمثل 1 على 12 من كتلة الذرة الواحدة للكربون 12، وبالتالي كي نعوضو راح نلقاو أن واحد يونيتي يساوي 1 على ان ا. إذا واحد يونيتي تساوي 1 على ان ا اللي هو عدد أفوغادرو. كي نعوضو الان ا ب 0.023 في 10 أس 23 راح نلقاوها 1.67 بالتقريب في 10 أس ناقص، طبعا نلقاوها احنا بالغرام 10 أس ناقص 24 بالغرام، ثم نحولوها تولي لنا أس ناقص 27 كيلوغرام. معناتها عندي واحد يونيتي هي 1.67 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. إذا هنا قلنا إذا حبينا نحسبوا الأو ال بالميجا إلكترون فولت لازم تكون دلتا أم تكون باليونيتي. ممكن يمدوا لكم الكتل بالكيلوغرام، انتم واش ديروا؟ اول حاجه نحولها طبعا لليونيتي باستعمال هذه القاعده ثلاثيه. ولكن بالنسبه لسرعه الضوء في الخلاء ما راحينش نعوضوها ب 3 في 10 اس 8. لماذا؟ لانه لدينا واحد يونيتي تساوي 931.5 ميجا الكترون فولت بار سي او كاري. هذه طبعا معلومه مهمه ويمدوها لكم في الباك هذه الوحدات. اذا هنا القيمه اللي تلقاوها تاع دلتا ام هنا تروحوا تضربوها مباشره في 931.5 ميجا الكترون فولت بار سي او كاري. طبعا سي او كاري مع سي او كاري تروح، اذا تقعد لنا وحده او ال ميجا الكترون فولت. اذا هذه هي هذا هو التحويل، يعني طريقه ايجاد
الطاقة تربط بالميجا إلكترون فولت. ما تنساوش إذا كان EL بالجول لازم تكون دلتا M بالكيلوغرام، والسي نعوضوها بثلاثة في عشرة أس ثمانية متر بار سيكوند. إذا حبينا نلقاو EL بالميجا إلكترون فولت لازم تكون دلتا M قيمة تاعها باليونيتي. لماذا؟ لأنه واحد يونيتي هي 931.5 ميجا إلكترون فولت بار سي أو كاري، والسي أو كاري مع السي أو كاري راحين نختزلوهم. معناتها مباشرة غير تلقاو دلتا M ضربوها في هذه القيمة فقط وراكم لقيتوا الطاقة بالميجا إلكترون فولت. طبعا هناك الآن طاقة الربط لكل نوية، إذا طاقة الربط لكل نوية، إذن عنوان آخر طاقة الربط لكل نوية. طبعا طاقة الربط لكل نوية نرمز لها بالرمز L sur A. بماذا تفيدنا أو في ماذا تفيدنا طاقة الربط لكل نوية؟ حتى نتعرفوا من خلالها على النواة الأكثر استقرار، معناتها تفيدنا في معرفة استقرارية الأنوية. معناتها كلما كانت طاقة الربط لكل نوية كبيرة كل ما كانت النواة أكثر استقرار. إن كلما كانت طاقة الربط لكل نوية كبيرة كانت النواة أكثر استقرار. إذن هذه هي هدف تفيدنا طاقة الربط لكل نوية. طبعا هنا نقدر ندير مثلا تطبيق باش تفهموا مليح هذه المعلومة. إذن تطبيق مثلا احسب طاقة الربط لنواة الهيليوم ثم استنتج طاقة الربط لكل نوية. ممكن نقولكم احسبوها لي بالميجا إلكترون فولت، بالميجا إلكترون فولت ثم الإلكترون فولت ثم بالجول. إذن هذا هو التطبيق. طبعا احنا يمدلنا في التمرين يمدلكم معلومات، يمدلنا كتلة البروتون، هذه المعطيات كتلة البروتون تساوي 1.0073 يونيتي، وكتلة النيوترون تساوي 1.0087 يونيتي، وكذلك كتلة الهيليوم، هيليوم هو HE2 4، تساوي 4.00151 يونيتي. ويمدلنا كذلك أنه 1 يونيتي يساوي 931.5 ميجا إلكترون فولت بار سي أو كاري. إذن هذه المعطيات راحين يمدوهم لكم في التمرين. الآن راح نشوفوا طبعا أول حاجة راح نكتبوا القانون. إذن طاقة حساب طاقة الربط اللي هي EL لنواة الهيليوم. إذن EL لنواة الهيليوم تساوي زد ام بي. دائما كتبوا القانون، عندكم القانون عليه يمدلكم عليها 0.25 على الأقل 0.25. إذن زد ام بي زائد أ موان زد في ام ان ناقص ام اكس أ زد، كل هذا نضربوها في السي أو كاري. طبعا حنايا راحين نعوضوا. إذن EL لنواة الهيليوم HE2 4 تساوي زد اللي هي 2 في ام بي، هايلك ام بي 1.0073 زائد أ ناقص زد اللي هي 4 ناقص 1، معناتها ناقص 2 عفوا اللي هي 2 في ام ان، ام ان هي 1.0087 يونيتي. طبعا هادو راهم باليونيتي.
إذن ناقص ام اكس ا زد معناتها كتلة الهيليوم. طبعا اكس ا زد هي اش او دو 4 اش او دو 4. إذن الكتلة تاعها هي 4.00151. الكل هذا مضروبة في سي او كاري. طبعا انا لهنا راني نحسب هذه القيمة نحسبها. طبعا كي حسبتها نلقاوها 0.003049. هذه اذا او ال اش او 24 هذه 0.0349. طبعا راهي باليونيتي. احنا قلنا باش تخرج لي او ال بالميجا الكترون فولت لازم هذه القيمه باليونيتي لازم نضربها في 931.5. معناتها نضربها في 931.5 ميجا الكترون فولت بار سي او كاري. نزيد نضرب هذه في سي او كاري. اذا هذه مع هذه تروح ونلقاو قيمه او ال اللي هي بالميجا الكترون فولت تعطينا 28.4 ميجا الكترون فولت. إذن هذه هي قيمة طاقة الربط لنواة الهيليوم. طبعا هذه راهي بالميجا الكترون فولت قلنا، ثم احسبها بالالكترون فولت. نروح نستعملوا قاعدة ثلاثية. إذن عندي 1 ميجا الكترون فولت فيها شحال 10.6 الكترون فولت. اذا القيمه هذه اللي لقيتها 28.4 ميجا الكترون فولت شحال فيها من الالكترون فولت. اذا نحسبه عندنا او ال تساوي 28.4 في 10.6 الكترون فولت. طبعا هنا راني حسبتها بالالكترون فولت. ثم نزيد نحسب بالطاقة الربط بالجول. إذن كذلك عندي نقدر نستعمل القاعدة الثلاثية بين الإلكترون فولت والجول، ولا قاعدة ثلاثية بين ميجا إلكترون فولت والجول. إذن عندي مثلا 1 ميجا إلكترون فولت تقابلها 1.6 في 10^13 جول. طبعا أنا وش لقيت؟ لقيت 28.4 ميجا إلكترون فولت. يعني هذه القيمة لقيتها بميجا إلكترون فولت شحال فيها من الجول. إذن أو ال تساوي 28.4 مضروبة في 1.6 في 10^13 جول. ونلقاو النتيجة إذن بالجول. دوك نشوفو شحال نلقاوها. إذن قيمة الطاقة بالجول دوك نحسبها هي 28.4 في 1.6 في 10^13 تساوي 4.54 في 10^12. إذن 4.54 في 10^12 جول. إذن هنا راني لقيت قيمة او ال بالجول وقيمة او ال بالالكترون فولت. طبعا مازالت لنا طاقة الربط لكل نوية. إذن طاقة الربط لكل نوية إذن او ال سيغ ا. إذن طاقة الربط لكل نوية هي او ال سيغ ا. طاقة الربط لكل نوية هي او ال سيغ ا. طبعا او ال سيغ ا لنواة الهيليوم اش او دو 4 هي ماذا؟ هي طبعا او ال لقيناها 28.4. اذا 28.4 على ا. الالي هو 4. شحال نلقاوها؟ لقيناها 7.1.
إذن 7.1 ميجا إلكترون فولت بار نيوكليون. الآن أنا حسبت طاقة الربط لكل نوية بالنسبة لنواة الهيليوم. الآن راح نشوفوا مثلا لو أعطيت لكم أنوية أخرى وطلبت منكم شكون هي النواة الأكثر استقرار من بين هذه الأنوية. إذن نعطيكم بعض الأنوية. إذن السؤال: من هي الأنوية الأكثر استقرار، أو من هي النواة أحسن، النواة الأكثر استقرار من بين الأنوية التالية؟ طبعا الأنوية هي EL، أعطوا لكم هنا طاقة الربط EL لنواة اليورانيوم، هي 92235، هي 1790.7 ميجا إلكترون فولت. وعطونا كذلك EL لكزينيوم XE 54139، تساوي هي 1159.26 ميجا إلكترون فولت. ونواة الهيليوم EL، نواة الهيليوم HE24، هي 28.4 ميجا إلكترون فولت. طبعا لما يطلب منكم شكون هي النواة الأكثر استقرار، لازم قبل تحسبوا EL سيغ A، معناتها تحسبوا طاقة الربط لكل نوية. إذن نروحوا نحسبوا طاقة الربط لنواة اليورانيوم، لنواة الكزينيوم، تاع الهيليوم راهي عندنا. إذن نحسبوا طاقة الربط لكل نوية. إذن EL سيغ A، EL سيغ A لنواة اليورانيوم 92235، هي 1790.7 نقسموها على A اللي هو 235، إذن شحال راح نلقاوها؟ 7.62 ميجا إلكترون فولت، طبعا بار نيوكليون. ثم EL سيغ A لنواة كزينيوم 54139، هي 1159.26 قسمة الA اللي هو 139، إذن راح نلقاوها 8.34 ميجا إلكترون فولت بار نيوكليون. طبعا ولدينا EL لنواة الهيليوم قيناها 7.1 ميجا إلكترون فولت بار نيوكليون. إذن إحنا أنا حسبنا هذا EL سيغ A، يعني طاقة الربط لكل نوية. الآن وش راح نشوفه؟ شكون هي اللي عندها طاقة الربط لكل نوية أكبر؟ إذن لو لاحظنا طاقة الربط لكل نوية اليورانيوم 7.62، طاقة الربط لكزينيوم لكل نوية لكزينيوم هي 8.34، وطاقة الربط لكل نوية الهيليوم هي 7.1. لاحظوا باللي 8.34 هي الكبيرة. إذن نستنتج أن طاقة الربط لكل، إذن بما أن طاقة الربط لكل نوية لكزينيوم أكبر من طاقة الربط لكل نوية لليورانيوم، وأكبر من طاقة الربط لكل نوية للهيليوم، إذن نستنتج أن نواة الكزينيوم هي الأكثر استقرار. إذن نكتب هذا. إذن بما أن EL سيغ A ل XE 54139 أكبر من EL سيغ A لنواة اليورانيوم 92235، وأكبر من EL سيغ A لنواة الهيليوم HE24، إذن نواة الكزينيوم XE 54
139 هي النواة الأكثر استقرار، هي النواة الأكثر استقرار. إذن هنا رانا وصلنا إلى استقرارية الأنوية، وفي الحصة المقبلة إن شاء الله نزيدوا نشوفوا طبعا هناك تفاعلات الانشطار وتفاعلات الاندماج، نزيد نشوفوا مخطط أستون وطبعا الحصيلة الطاقوية إلى آخره حتى نكملوا الدرس تاع النووي. ولكن أنا ننصحكم باش تروحوا تحلوا تمرين وانتوما ما عندكمش هذه المعلومات، يعني من المستحيل باش التلميذ يقدر يحل أي تمرين، لازم تبدو كل المعلومات الموجودة في الدرس، الدرس راهو مهم جدا. إذن إلى حصة أخرى والسلام عليكم.